مولاي صل وسلم دائما. ألف صلاة وألف سلام عليك يا رسول الله. صباح الخير عليكم، مرحبا بكم في قناة لكونسي دو فافي. قبل ما نبداو هاد لا فيديو نقول لكم سمحوا لي على هاد الغياب، على بالي اللي راني طولت شويه عليكم، بصح الله غالب دراري كانوا بيريود ديكزامان وكنت شويه مشغوله معاهم، يعني نظن كما كامل الامهات، وان شاء الله ربي ينجح كامل وليدات المؤمنين. اليوم راح نديروا مع بعض طبق شعبي محبوب من عند الكبار والصغار، هو الكارانطيطا. وانا شخصيا من عشاق هذا الطبق، والوصفه اللي راح نقدمها لكم اليوم كنز من الكنوز، جبتها من اقصى الغرب الجزائري وبالضبط من مغنيه، وعلى هذه نحيي ناس مغنيه وناس تلمسان بصفه عامه. نجوز نشوفوا واش نسحقوا في هذه الوصفه. عندنا 500 غرام تاع الحميصه مرحيه، 3 لترات تاع الماء، 80 مللتر تاع الزيت. انا استعملت زيت زيتون ولكن تقدروا تستعملوا الزيت النباتي. مغرفه ونص تاع الملح ومغرفه صغيره تاع الكمون. نبداو على بركه الله، نحطوا فان سالادي الفرينه تاع الحميصه ونبداو نزيدوا في الماء ونخلطوا بالفوي كيما راني ندير. وهنا ما تتقلقوش كي تشوفوا لي غريمو راح يتنحاو كامل، بيسك راحين نستعملوا لو بغا ميكسور مع الاخر. شوفوا هنايا خلطت تري بيان، ومن بعد زدت الزيت وزدت مغرفه تاع الملح هلا، ومن بعد نعاود ندوق مع الاخر. نبدا نضيف هنايا في الماء ونرحي بلو بغا ميكسور كيما راكم تشوفوا حتى نكمل كامل هذيك الكميه ديالي. كيما راهو يبان لكم ترحالي كلش بطريقه جيده وتنحاو لي غريمو. ندوق هنايا على راس المغرفه، انا هنا جاتني شويه مسوسه، زدت لها قيمه نص مغرفه، ويعني الذوق يبقى اختياري. نغطيو لو سالادي ديالنا بان فيلم اليمونتير ونخليه كلش يريح لمده نص ساعه على الاقل. دهنت هنا السنيوه ديالي بكميه مليحه تاع الزيت، ومن بعد زدت لها داك الخليط تاع الكارانطيطا، وحطيت السنيوه طيب في الفوغ اللي كنت سخنته على 200 درجه لمده 45 دقيقه، ومن بعد زدت طلعت الى 235 درجه لمده ربع ساعه باش نحمر لها كامل السطح. كيما راهو يبان لكم انا حمرتها تري تري بيان، وشوفوا كي قسمتها كيفاش جات تري فوندونت، يعني جاتني كيما تاع الحوانت. ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم عجبتكم، جربوا الوصفه ورجعوا لي بالخبر في لي كومونتير، وما تنساوش الاعجاب والاشتراك بالقناه والضغط على الجرس باش يلحقكم جديد. ونقول لكم الى فيديو مقبل ان شاء الله، والسلام عليكم.